الآن إحنا بدنا ناخذ حاجة أسهل. وين بدك تروح لي؟ بدك تروح لي على هذا السايت تنسر فلو، بدك تتعود إنه أنت وين تصل في المنطقة هذه تحديدا. بتروح هنا على Learn تنسر فلو، تمام، Tutorials، أو بتحط هذا الرابط عندك دائما في المفضلة، تمام، زي ما أنا عامل زي هيك، بترجع له وقت ما أنت بدك. هجيت هنا عندك ماشين ليرنينج بيسكس ويز كيراس، تمام، هذه الدروس احنا حنمر عليها، بس قبل هذه الدروس بدنا ناخذ شغله اسهل. بدنا ناخذ حاجه اسمها استيميتورز. ايش هي الاستيميتورز؟ هي موديل جاهز، بدل ما انت تفصل في اللايرز عندك وتحط لي الطبقه الاولى 28 والطبقه الثانيه كذا، هو بروح بعمل لك موديل لوحده بالضبط. شوف هاي، اضغط معي على البريميد استيميتورز، تمام، وهنا حنشتغل على الداتا سيت تبعت الايريس. هنا حتلاقي في عندك هنا ران ان كولاب، بروح بفتح لك اياه بالكولاب. اوكي، امبورت تنسر فلو اس دي اف، باندا از بي دي، تمام. شغل لي اول سيل، هيعمل هنا اللوكيت لكيرنل او انستانس عندك. تمام، اشتغلت. والان قبل ما انت تكمل ممكن تتاكد من الفيرجن تبعت التي اف. اثنين بوينت اثنين. هجيت الداتا سيت تبعتي. كيف؟ pre-made estimators. ايوه هنا estimator pre-made estimators. اوكي؟ طيب، بعد هيك load للداتا سيت. الداتا سيت هذه انت familiar معها، classification data set. انا في عندي اربع attributes، تمام؟ وهنا حكى لك انه CSV numeric names اللي هي اسماء الattributes، وهنا اسماء الكلاسز حط لك اياهم في لسته. الان راح اعمل جلب للداتا سيت هذه من يو ار ال، تمام، اللي هو تريننج باث تي اف كيراس يوتيل، من ضمن اليوتيليتيز جيت فايل. هذه اليوتيليتيز مفيد انه انت تتعود عليها، لانه حتلاقي بعد هيك انه ممكن انه انت تنزل ملفات مضغوطه من الانترنت وتعملها انفليشن، تفرطها، تمام. وبعديها انه قرأها بالباندا عادي، read CSV training path، وهنا اداله اسماء الاعمدة وحكى له انه ما فيش headers، لانه انت لو اطلعت هنا على هدول الملفات زي هيك هتلاقي انه هي هي نزل اياها كملف، تمام، ما بتحتوي على ما بتحتوي على عمود، انا بقول له انه اوصل لي اياهم لاعمده عن طريق الكوما، فبالتالي هنا ما فيش شو اسمه، ما فيش اسماء للاعمده، فعشان هيك انه هنا اعطى هذا انه هنا الهيدرز بتساوي زيرو، تمام، واسماء الاعمده حط اعطى له اياهم هنا في لسته، تمام. هاي قرانا الداتا سيت، عمل داونلود، نشوف الهيد تبع الداتا سيت. وهنا لترين واي عمل بوب للسبيشيز لترين والتست، فهلقيت انا صار عندي لترين بدون واي بهذا الشكل.
نيجي للخطوة هذه بدنا نعرف الفيتشر كولومز. راح لفل لي على كل التريننج داتا وراح اعمل ابمنت هنا للفيتشر كولومز زي ما احنا تعودنا. تمام؟ اجيت خليني اخذ انا 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 كوبي منها على يعني انا بدي اعدل عليها وهنا بدي احكي بريميد عشان احط لكم اياها على الجيت هاب واشيل الشغلات اللي مش لازمه لكم. بريميد ايريس تمام هذه ملهاش لازمة. أجيت هذه الـ input function هذه يفترض أنه هي أنت familiar معها. هذه الـ function يفترض أنه أنت familiar معها. إيش تديها؟ الـ features والـ labels والـ training تساوي true والـ batch size. تمام؟ فتعمل convert للـ data للداتا فريم as a tensor slices. تمام؟ وبتعمل بتشكل لك اياها على شكل باتش سايز. فبالتالي هذه اليوتيليتي فانكشن احنا عارفينها. وهنا انا عندي الفيتشر كولومز لفيت على كل الكولومز وهنا بدي اطبع لك اياهم واجي لك كيف شكلهم. هاي شكلهم زي هيك. النوع عباره عن نيوميريك فيتشر. هاي الاسم تبعه الشيب والتايب تبعه والنورماليزر ما فيش نورماليزر. تمام؟ طيب هنا بحكي لك انه ايش انواع الاستيميتورز اللي موجوده عندك. عندك تي اف استيميتور دي ان ان كلاسيفاير. وايش حتلاقي كمان؟ دي ان ان ريجريسور. تمام؟ وحتلاقي كمان دي ان ان لينير كومبايند كلاسيفاير. تمام for wide and deep models. وهذه انه for deep models that perform multi class classification. والريجريسور زي ما حكيت لك انه للريجريشن. وفي عندك linear classifier انه for classifiers based on linear models. linear models انه models انه هي اصلا في حداتها انه هي خطيه يعني او الداتا بتكون انه هي خطيه. احنا للايرس ايش احنا اكثر حاجه مناسبه ان احنا نستخدمها؟ دي ان ان كلاسيفاير. فاحكي له انه كلاسيفاير بتساوي تي اف استيميتور كلاسيفاير ايش اديته؟ الفيتشرز وايش اديته؟ تو هيدن لايرز الاول 10 والثاني الاول 30 عفوا والثاني 10 تو لايرز. اللاير الاول فيه 30 نيورون واللاير الثاني فيه 10 نيورون والنمبر اوف كلاسز قلت له 3. It's very easy. تمام؟ بعد ما تشغله تعمل ترين. تمام؟ وهنا حط الستبس 5000. قاعد بعمل تريننج الان. تمام؟ وهنا اعمل evaluation يفترض في النهاية يطلع لي accuracy انا عندي 75% او 56%. تمام؟ ممكن ساعتها انه انت تزود عدد يعني انه انت تعمل play هنا وتحط neurons قد ما بدك في تعريفه تضيف layers او تحط قد ما بدك. تمام؟ هاي هنا 32 وهنا 32. شوف كيف تتغير الأمور معاك.
هنا انت عندك طلعت 96، وبالتالي you just play with the model وتطلع معاك هاي تيست داتا خارجية، تمام؟ هاي الفاليوز تبعتها، تمام؟ وهنا عرف input function عشان تحول لي اياها لتنسور سلايس وبده يعملها predict. لاحظ انه هنا بستخدم اللامدا سواء كانت في التريننج او هنا في الايفالويشن. فشوف هنا الاكزامبلز هدول انه لما يجي يعملهم بريدكشن طلع لك انه الاكزامبل الاول سيتوسا، تمام، 87%، والثاني فيرسي كلر، والثالث فيرجينيكا، لانه انا عندي هنا فاليو 2 3 فاليوز، ثلاث سجلات، تمام. فهتلاقي انه هذا ححط لك اياه على الجيت هاب، كيف؟ في؟ إذا هيك ماشي بعمل شير، أوكي يعني. تمام؟ ف يعني هذه على الايرس داتا سيت، ممكن الوصفه هاي تروح تطبقها انت عندك على، نيجي هنا لينير موديل، عايش حيشتغل على التايتانيك داتا، فبالتالي خليني افتحها بالكولا، وخليني اخذ منه نسخه linear estimator titanic. حكيت هنا الخاصية هذه انه انت بتشيل هذه التشيك عشان يحفظ الاوتبوت تبع النوت بوكس تبعتك، عشان انه بيطلع لك اياها في السيتنجز. فهي كونكت، هنا بحاول ينزل اخر نسخة من الاستيميتور تي اف استيميتور نايتلي، تمام. هذه ما فيش الها داعي، وبعمل بقية الامبورتس اعتقد هذه لو انا شلتها انه يشتغل، لانه الفيرجن الان بتدعم هذا الشيء، بس انه اوكي اوريدي يعني خلينا احنا شغلناها. لقيت اللود تبع الداتا سيت، انا عندي امبورت تنسر فلو كومباكت فيرجن 2 فيتشر كولوم از اف سي تنسر فلو از تي اف، هنا عندي الترين لحال والتست لحال، تمام. وهنا راح حدد الواي ترين والواي ايفال انه عمل بوب. البوب بتعمل شغلتين، بترجع وبتعمل دروب للكولومز، اوكي. نستكشف البيانات، البيانات اوريدي عارفها، تمام. هاي الديسكريبشن تبعها من ناحيه ستاتستيك، تمام. وهنا شاف الشيبس، انا عندي 627 تريننج اكزامبل و400 و264 تيست اكزامبلز، تمام. وهنا الايج بده يعمل له فيجواليزيشن، بده يعمل له انه بده يحوله لبنز لعشرينات، وبده يعمل له هيستوجرام، تمام. فهنا جاب لك توزيع الاعمار، انت عندك الفئه العمريه اللي هي 25 تقريبا انه اعلى فئه من عدد الركاب، وهذه عباره عن الفاليو كاونت للميل والفيميل، وهي
عبارة عن للكلاس قد يعني اللي هو الماسنجر كلاس. أنا عندي الفيرست والسكند والثيرد طبعا عاملهم سورت تمام، وهنا عامل كونكات للدي ترين والواي اكسس بتساوي 0 وجروب باي 6، وهنا جايب السرفايفد مين وعمل بلوت لهذا الكلام. فشوف انه قديش نسبة السرفايفد انا عندي في الميل والفيميل، هذه از برسنتج، فبالتالي الفيميل انه النسبة الغالبة انه هي سرفايفد. طبعا هنا الكاتيجوريكال كولومز حددهم، هي اسمائهم، النيومريك هي حددهم. ليش عمل زي هيك؟ لانه زي ما تعودنا في عنا هنا لستة اسمها فيتشر كولوم، بده يلف عليهم كلهم عشان يحددها، لانه هو بده يحددها كانبوت انا عندي في، فهنا لف عليهم واحدة واحدة تمام. طبعا الكاتيجوريكال كولوم ايش بدك تسوي؟ بدك تعمل تي اف فيتشر كولوم، وهنا كاتيجوريكال كولومز وذ فوكابلري ليست. اما هنا نيومريك كولوم هذه احنا عملناها سابقا، عملناها للايرس وعملناها ل الهاوس برايس. اوكي هجيت هنا الفوكابلري ليست، انت زي كانه انت بتدي له انا عندي هاي لسته الكاتيجوريز انا عندي تمام، وهو بده يعمل مابينج لإلها. وهنا لفينا بشكل مستقل على نيومريك كولوم وحولناه لنيومريك كولوم، معنى ذلك انه النيورال نتورك تقدر تتعامل مع الكاتيجوريكال اتريبيوت لو انت حولتها بهاي الطريقه تمام، انه انت تجيب الفوكابلري وتروح تحولها هنا لكاتيجوريكال كولوم ويت فوكابلري ليست. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب هذه الداله انت، هذه اليوتيليتي فانكشن انت فاميليار معها، هي بتحول لك الداتا عندك لتنسور داتا بتطبقها. تمام انا بس انه مجرد انه بستعرض لفيتشر معين اللي هو الايج كولوم، انه قديش الفاليوز اللي موجوده عنده، وهنا الجندر كولوم تمام، هنا الموديل تبعي. ايش عرف؟ تي اف استيميتور لينير كلاسيفاير، ايش اداله الفيتشرز تمام، بس عمل ترين وعمل ايفالويت وهنا طبع الريزلت. فانا عندي الاكيرسي طلعت 75% تمام، وهنا طبعا كذلك المتريكس الثانيه البريسيجن والريكول. هنا في هذا بقيه النوت بوك بده يشتغل على الديرايفد فيتشرز، انه بده يطلع فيتشر ثاني زي ما انتم اشتغلتوا اللي هو الفاميلي سايز والشغلات هذه كلها تمام. ممكن نحن نتوقف لغايه هنا. الخلاصه انه انت عندك في البري ميد استيميتورز في عندك زي موديل جاهزه بتريحك كثير انه انت تشتغل عليها، اللي هو اللينير كلاسيفاير بالاضافه للدي ان ان كلاسيفاير، انت ممكن تستخدمهم بتسهل عليك انه انت تتعامل مع الستكشر داتا. المره الجايه بنكمل اخر نوع انا عندي في الاستيميتورز اللي هو بدنا نشوف البوستيت تريز. البوستيت تريز هي عباره عن تري اوف نيورال نتورك زي انسمبل يعني، هنشوف كيف نستخدمها المره الجايه. اوكي يعطيكم العافيه.